خلونا الأول نتحدث مع حضراتكم عن يمكن كل ما بنتكلم يعني في 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 تحسين وطننا وفي توجه نحو دولة مدنية، بنلاقي إن في أحداث بترجعنا تاني ورا وكأننا بنرجع للعصور الوسطى أو ما قبل الوسطى. يعني قرية اسمها قرية النصرية في بني مزار في المنيا، والغريب إن القرية يعني فيها تعداد أقباط مش قليل. المنيا عموما تعداد الأقباط فيها يعتبر أكبر تعداد للأقباط في كل المحافظات، ومع ذلك هي المحافظة الملعونة اللي دايما بيحصل فيها اعتداءات على الأقباط وإهدار حقوق المواطنة. الأحداث اللي حصلت إن واحد متطرف يسكن بجوار منازل للأقباط وكان بيرغمهم بشكل في نوع من أنواع البلطجة، إن هو لما يمشي في الشارع ويشوفوه يخشوا يقعدوا في بيوتهم يعني إجلالا له. فشاف أسرة بسيطة جدا مكونة من أب وأم وولدين، أسرة حكيم، وقال لهم ادخلوا جوه يا نصارى. فالزوجة السيدة المحترمة قالت له طب ليه ونخش ليه؟ فبدأ يتطاول ويجيب سلاح أبيض وسنجة ومطوة، وبدأ يعتدي على الأم بحوالي ست غرز في رأسها، وطعن الولد اللي هو شنودة حكيم، وأيضا اعتدى على الأب، والولد يمكن في حالة غير مستقرة صحيا. لكن عايزين نعرف أكتر تفاصيل على هذا الأمر علشان نشوف أبعاد تفكير بقى للأسف اللي مازال مريض في نفوس البعض، اعتقاد أن الأقباط مواطنين من الدرجة 9 و10 مش من حقهم حتى أن هما يقعدوا على البسطة اللي قدام بيتهم. شوف الناس وصلت لعقلية إيه. معنا أستاذ صليب حكيم، وهو أحد أفراد هذه الأسرة، اللي يحدثنا أكتر عن ما حدث لأسرته في قرية النصرية. مساء الخير يا أستاذ صليب. مساء النور يا فندم، ازيك يا أستاذ؟ حضرتك إيه؟ أهلا بيك يا أستاذ صليب. معلش أولا شاكر لحضرتك إن أنت بطل صوتي لكل واحد له مسؤول أو واحد أي حد مسؤول في الدولة عشان يسمع صراحي ويسمع صوت شنودة والمعاناة اللي بنعانيها من الموقف اللي احنا اتحطينا فيه. طيب أستاذ صليب، أنت كنت متواجد أثناء الحادثة ولا جيت بعد كده وسمعت الأخبار؟ أو حضرتك عشان خاطر أكون صادق مع حضرتك، أولا شنودة أخويا، بس مش أبويا من الأرض. أم شنودة دي جوز أبويا. أنا مقيم في 6 أكتوبر عشان خاطر طبيعة شغلي، وأنت عارف اللي عشان العمل ولازم الواحد يمشي على كلاريشه، فأنا مقيم في 6 أكتوبر أو خارج البلد من أكثر من 26 سنة، ونزلت يوم الاثنين الصبح على أول ما سمعت الحادث مباشرة، كنت الساعة 8 كنت تمام المستشفى، وطبعت الحادث ما جيتش غير تقريبا غير النهارده أو امبارح الصبح. طيب المعلومات المتواردة لغاية الوقت متابع وكل حاجة بتجد معرفتي، لأن أكبرهم سنا يعتبر أبوهم وأخوهم. طيب أستاذ صليب، يعني ممكن تحكي لنا كده ملابسات الحادث اللي حكيها لك شنودة؟ هل شنودة بجنبك أو بجوارك قريب منك دلوقتي؟ تمام، أنا مش هقول لك على شنودة كمان، بس أنا أقول لك على أكثر من حد سمعت منه الحادث. سمعت من الواد صغير من 14 سنة وزوجة أبويا، وكمان أخويا شنودة اللي هو أكثر واحد مشيت في الحادث. أولا تعال نتفق مع بعض على سن صغيرة، احنا كلنا متفقين ان احنا عايزين نجيب حق شنودة. طبعا. فتعالى ناخد الحدث من ما نقولش التطرف عشان خاطر الناس ما تزعلش منا وتقول ان انت عايزين تلمعه او تحس باستقرار البلد. لا، تعالى نبتدي نقول تطرف. او مجازي نقول بلطجة. ماشي، نقول بلطجة. طب بلطجة، احنا البلد يحميها القانون ويمثل بالقانون ده السيد رئيس الدولة اللي هو السيد عمرو فتح السيسي، فما كناش نقول له ده طريقنا. دول أسرة بسيطة مصرية قاعدة قدام الباب أمام الله، ومش الوقت متأخر، لا ده الساعة 10:30 يعدي واحد بلطجي يأمره ويسيبهم إن يخشوا بيتهم عشان يعترضوا إن هم يخشوا بيتهم، يروح
طيب واضح ان الخط وقع، يا ريت نرجع تاني نكلم صليب او شنوده او حد من الاسره لعل ان احنا نعرف اكتر تفاصيل عن هذه الحادثه الغريبه واللي يمكن بتؤكد ان هناك لسه ما زال تطرف وتشدد في مصر نحن نعاني منه الامرين. خلينا نتكلم في ما وصل الينا من معلومات ان محمد عيد مرسي وهو شخص متطرف ومعروف عنه ان هو بيقوم باعمال بلطجه في المنطقه بتاعت قرية المصريه كان يمر بالشارع اللي متواجد فيه منزل اسره حكيم اسحاق. كان متواجد عم حكيم وزوجته ست كاهله كبيره في السن، وليه بقول كده؟ لان الست دي ما ترحمتش من بلطجه وتطرف هذا الشخص معرفش بقى الداعشي المجرم يعني اي توصيف هيوصفه معرفش. وكان متواجد شنوده حكيم 22 سنه وايضا اخ ليهم كمان. طلب منهم الدخول المنزل وقال لهم ادخلوا يا نصارى جوه بيتكم، مش قلنا ما فيش نصارى تقعد قدام بيتهم. طلعت الست المحترمه قالت له يا ابني عيب تقول كده وما صحش، احنا قاعدين قدام بيتنا و يعني ما امر لا يخصك يعني. ف راح جاب سنجه كبيره سكينه كبيره يعني وبدا ينزل في الاسره ضرب كلهم. عندنا والده شنود عندها جرح قطعي وخدت 20 غرزه. عندنا ايضا شنوده خد طعنات متفرقه في جسمه، يعني الحاله الصحيه حتى ما تسمحش ان هو يعني يتكلم بسبب ان في تمزق في الامعاء. ايضا الوالد و يعني بنسال ليه حصل كده، بيقولوا ان هو الموضوع اساسا متراكم من فتره ان هذا المتطرف ومعاه اشخاص اخرين في المنطقه مانعين الاقباط ان هم يقعدوا قصاد بيوتهم في الشارع. وبيذكرني هذا الحادث لما بنرجع شويه ورا ونقرا مثلا في تاريخ الكنيسه القبطيه لابونا مناس يوحنا او حد من المؤرخين ابو مكارم او غيره اللي سجلوا في تاريخ الاقباط، نتكلم مثلا في القرون مثلا القرن ال 15 والقرن ال 16 كان يمنع عن الاقباط ان هما يبقوا متواجدين في الشوارع اللي بيثير فيها مسلمين. ولو قبطي راكب حمار ينزل من عليه، ولو قبطي واقف قدام، والكلام ده مظبوط واتقال، لو قبطي واقف قدام بيته وشاف مسلم ينحني ليه، ولو مسلم رغب ان هو يسكن في منزل قبطي لا يمنع. وده كان ايام بالتحديد عمرو بن العاص هو وجيشه لما كان بيخش يقول لك يلزم كل بيت نصراني او قبطي ان هو يفتح بيته لاي جندي من جنود الاسلام. خلينا نكمل مع صليب تاني تفاصيل هذه الحادثة الغريبة وهعلق في الاخر بقى على رد الامن بقى، دايما رد الامن بيبقى مكسف ومغيل ومغزي لابعد حد ممكن. نرجع تاني للاستاذ صليب حكيم. استاذ صليب انت معانا؟ ايوه يا فندم انا مع حضرتك. طيب اتفضل استكمل كلامك. الو اتفضل يا فندم سامعينك. الو سامعيني؟ ايوه يا فندم اتفضل. انا بقول لحضرتك يا ريت الموضوع يتاخد كنظام كقانون طوارئ يحمي الاسر البسيطه اللي زي دي من البلطجه. بس انا بناشد الدوله وبناشد كل واحد مسؤول في الدوله. شنود يا جماعه ده انسان مصري ماشي من حق كدوله ومسؤولين حمايه الانسان البسيط ده من البلطجه. فمن فضلكم احنا يحمينا قانون الطوارئ عشان لسه الوضع الامني ما استقرش، فمن فضلكم نفذوا قانون الطوارئ. نفذوا قانون الطوارئ من الناس البلطجيه دول. النهارده شنوده ضرب ممكن في من الناس بكره يتضرب، فكان شنوده. كلامك مظبوط. طيب انا بكلم على والده شنوده برضه، يعني حالتها الصحيه عامله ايه دلوقتي بعد ما خدت 20 غرزه في راسها؟ هو شنوده لغايه النهارده نشكر ربنا اتدخل وابونا راح ناوله النهارده نشكر ربنا، وابتدت العمليه تستقر وابتدى الكتف يبطل نزيف، لان الكتف دي كان فيه 7 طن جرح فيه وكان فيه اكثر من 8 غرز. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟
ناكل واحنا في غابه. ربنا اخر وابتدى وابتدى النزيف يخف شويه، وابتدى ابونا فعلا افنوا له النهارده، والحياه يعني مش نقول كده تكررت يعني مثلا نقول 30%. طيب والده شنوده اخبارها ايه؟ والده شنوده يا فندم نشكر ربنا برضه كانت حاجه اليومين ده في مستشفى الشيخ فضل، وخدت لزهرات الوليه، وحاليا دلوقتي بنتابعها في مستشفى مصر المحبه اللي محجوز فيها شنوده هي والحاج الصغير. طيب خليني اسالك بقى برضو على انتوا ليك اخ، في اخ تاني برضو كان جراء هذا الحادث واعتدى عليه مش كده برضو؟ نعم في اخ تاني للشنوده برضو وقع عليه الاعتداء. هم كانوا اثنين قاعدين قدام الباب مع امهم. اه شنوده ومين تاني؟ وشنوده 22 سنه والام. اه طب الولد الصغير اخباره ايه؟ الولد الصغير نشكر ربنا يا فندم برضو اصابات طبيعيه، بس كلها في الوقت دي مشكله اللي بكره وبعده هتحتاج لعمليات تجميل لما تبقى شكلها وحش طبعا. فخلينا نشكر ربنا، بس هو احنا عايزين نقول يا جماعه ما عايزين نعالج الناس دي نفسيا، لان نفسيه شنوده في الحد يعني نفسيه شنوده تعبانه جدا. يعني انا كل ما وانا عندي ولغايه ما جيت النهارده الصبح اكلم الولد فعلا نفسيه تعبانه جدا، حق شويه من الكرم. طيب انتوا في المجمل يا استاذ صليب بتطالبوا بايه عشان بس يبقى الكلام واضح وصريح؟ عشان في الحقيقه بيان طلع من مترنيه البني مزار، يعني انا هلقيه على حضرتك برضه عشان يبقى انت ملم بالموضوع. مترنيه بني مزار والبهنسه بيقول يعني خليني استاذنك استعرضه على الساده المشاهدين. بيقول بخصوص المشاجره اللي تمت يوم الاحد 17 نوفمبر نتيجه تعرضه، وانا عندي رد ارد بعد ما تخلص حضرتك. طب يا فندم نتيجه خلافات حياتيه عاديه بين مواطنين مصريين جيران بقريه المصريه بني مزار اسفر عن اصابات، وقد تم نقل المصابين الى المستشفى وتم علاجهم والحاله الصحيه مستقره وتحرك سريع على فور من قوات الامن والقت القبض على الجاني. ده فعلا حصل بس كان استعرض بقيه البيان، وتم عرضه على النيابه وقررت حبسه 4 ايام على ذمه التحقيقات، وتم عوده الهدوء وتهيب الكنيسه ابنائها بعدم الانسياق وراء اشاعات وعدم نشر اي اكاذيب بدون تحري الدقه، حفظ الله لنا مصر وشعبها. مش هتكلم في النص الثاني من البيان لكن هعلق معاك على النص الاولاني. مكتوب نتيجه خلافات حياتيه عاديه بين مواطنين مصريين، هل هذا الاعتداء وانت راجل مصدر، انت راجل مصدر، انت اخو شقيق المصابين، هل ده خلاف يعني الاعتداءات ديت، هل ده خلاف ناس اتخانقت مع بعض، ولا ده اعتداء من قبل جانب الى جانب اخر مسالم اودى الى هذه الفاجعه؟ انا ارد على حضرتك في الجزئيه البسيطه دي. ماشي، انا اقول لحضرتك حاجه، لو كان في خلاف مش الوصول النجم عليه يعرف الجانب مظبوط. ماشي، ده اول مره يشوف العنوان، اول مره احتك بيه. لو كان في مشاجره مش الوصول الطفيل سبب من الطرفين مظبوط. ماشي تمام. زائد انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا جماعه، احنا مش ناس سوزه للدرجه دي. شوف البيان بينتهي بجمله ايه وفصل حضرتك الجد. ماشي، ده مش بيان كبير كمان. طيب يعني انتوا يعني انا مش معترض على البيان اكتر ما معترض على الصياغه اللي في البدايه اللي هي مش لا يعني لا مش مش ده لو احنا عايزين نهدي الدنيا يا جماعه ما لازم نذكر الحقيقه وندفنش راسنا في الرمل. يعني نداء الى مطرانيه بني مزار الحقيقه، وده اللي انا طالبه من الكنيسه. يا كنيسه خش الكنيسه، عاوز اتعلم منك الصلاه بس، انا عاوز اتعلم من ابونا الصلاه. ماشي، انا عاوز اخش الكنيسه اتعلم من ابونا الصلاه. طيب مطالبتكم في النهايه يا استاذ صليب، بس بما انك انت واحد من افراد الاسره المعتدى عليها، يعني ايه الشيء اللي انتوا بتطالبوا بيه بالظبط؟ اكبر واحد فيهم سنا وجود اخواتي، ومش هكتب غير لما جيت حق اخويا عشان خاطر اخويا اتعدى عليه من بلطجي، وانا بصادق من منبر حضرتك
كمنبر اعلامي معروف. انا بطارد رئيس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي بقول له يا سياده الريس، مشنوده ده ابنك معدود عليك من الدوله، فتان واتضرب هو وامه واخوه قدام بيتهم، فمن فضل حضرتك والمنظومه اللي تحت حضرتك اللي بتساعد على استقرار الدوله دي من فضلكم هات حق الغلبان. واحنا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذ صليب، والى ان يتحقق العداله في هذه القضيه تحديدا وبعد التحقيقات بتاعت النيابه لا يفرج عن المتهم لكونه مختل عقليا او لكونه لديه دوافع جعلته يرتكب هذه الحماقه، لا ما فيش اي مبررات، بس عشان نبقى واضحين، وهو حادث طائفي وليس حادث جنائي يا ساده، مع احترامي هذا حادث طائفي، خش نصارى جوه ولما الناس تقول له لا ما ينفعش وصح ما يصحش وعيب يروح يضربهم ويطعنهم لسبب هويتهم الدينيه، يبقى ده حادث طائفي، بلاش نغفل راسنا في رمل. عيب عيب في مسؤولين خلاص، يعني شئنا او ابينا هما بيتحدثوا عننا، لازم يتحدثوا بامانه ولازم يتحدثوا بمصداقيه عشان احنا كشرع قبطي نبقى عندنا ثقه في هذه يعني هؤلاء المسؤولين. بس يعني مش عايز اتكلم اكتر وافصل اكتر، اي بيان يطلع كنسي من مطرانيه او من مقر او من كنيسه لابد ان يكون هو المتحرك دقه. وادي هو اسره الشخص نفسه بتقول ايه اللي حصل، لا مشاجره حياتيه ولا هو اعتداء متبادل ولا هو خناقه في حار، ده شخص بيعتدي على ناس على هويتهم الدينيه من قهر ومذل. اشكرك جدا يا استاذ صليب على توضيح الصوره كامله خاصه بهذا الاعتداء الطائفي، واتمنى اتابعك خلال مثلا فتره قريبه نعرف ان فعلا وجهت تهمه الاعتداء على اشخاص امنين سالمين لاسباب طائفيه وتطبيق اقصى عقوبه على هذا المجرم حتى ينال عقابه، حتى يعني يحذر البعض من يعتقدون ان احنا في غابه، ان احنا في دولة ودولة بتطبق القانون.